السلام عليكم، انا يسرى من parainmigrantes.info. بزاف ديال السيغيدورز ديال parainmigrantes كيسولونا كيفاش نقدروا حنا نجيو من المغرب ولا من اي دوله دي توريستا، نو نقدروا نطلبوا، كيفاش نقدروا نطلبوا الفيزا ديال التوريستا من القنصليه. نورمالمون القنصليه عتطلب منا حنايا، واخا عتطلب منا يكون عندنا واحد سيغورو ميديكو، واخا تكون عندنا لاسورانس ديال الطبيب سيغورو ميديكو، وعاد تكون عندنا طامبيان عيطلبوا من عندنا البيي، واخا ما تكونش الميسا مقطع مخلص ولكن تكون ريزيرفا، واخا الريزيرفا ديال البيي ديال الطياره، وخص يكون اذا الي غوتو اذا بولتا، واخا ماشي عائده، خص تكون خص يكون البيي مقطع من شي ومن جهه. بالي عيطلبوا منا ميديوس ايكونوميكوس، ما يعني ميديوس ايكونوميكوس فلوس هولندا كلاي، عيطلبوا من عندنا الفلوس. شحال الفلوس كيطلبوا من عندنا؟ بوز نورمالمون خصنا نجيبوا 70 الاورو من النهار، استو كي داير يعني زعما الا جينا 10 ايام، مثلا حنا جينا 10 ايام من ماربيا ولا 10 ايام من سيفيا، خصنا داك كل نهار تكون عندنا 70 الاورو. بالي الا جينا مثلا انا ووليداتي جوج ولا انا والراجل ديالي، المهم شكون ما كان، خص 70 الاورو للواحد. بالي 70 اورو الواحد على حسب ديك النهاره، انا كما قلت لكم الا كنا عنجو 10 ايام خصنا 70 على 10، 700 اورو على ديك 10 ايام. ضروري 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 ديك ميديوس ايكونوميكوس، هاد القضيه ديال الامكانيات تجي من عندنا من المغرب. واخا كما قلت لكم سيغورو، واخا البيي خصو يكون ديال ايدا بولتا مشيو مجيا، وامكانيات، وعيطلبوا من عندنا حاجه اخرى، حاجه اخرى هي الريزيرفا ديال الاوتيل، مهمة عاوتاني الريزيرفات الاوتيل، ما يمكنش نتسنى تمشي للقنصلية بلا ريزيرفات الاوتيل. هاد الريزيرفات الاوتيل تقدر تكون نحيدوها إذا كان عايش شي واحد، مثلا بحال دابا حنا عندنا هنا شي صديق ولا عندنا شي عائلة في اسبانيا، عتمنى كارتا دانفيتاسيون. ما يعني كارتا دانفيتاسيون؟ كارتا دانفيتاسيون كتعني هاد الإنسان اللي عايجي من المغرب من اسبانيا من فاكاسيونيس، عايجي كونجي، يقدر يجلس في الدار ديالنا حنايا. فالي صافي، يعني كتجلس في الدار ديالنا، اذا كيتسمى ماشي ضروري الريسيرفا ديال الاوتيل، حيت هاد حيت عنده كارطا دانفيتاسيون، هاد كارطا دانفيتاسيون لي بيرميتي كتخليه مثال ديك الايامات اللي عيجلس هنا في اسبانيا يجلس في الدار ديالنا، نو عيجلس مثال معايا انا وياسطا، كيتسمى هاد القضيه هاد كارطا دانفيتاسيون. بزاف الناس كيعيطوا لنا كيسولونا، لا انا باغا نجيب الوالده ديالي او الوالد، باغا نجيبو هنايا 10 ايام ولا 15 يوم، حيت عندي مثال عيطت عندي شي بيبي ولا عيطت عندي شي وليد، وباغا ماما تجي عندي عتجلس معايا 15 يوم، انا عتكلف بها بالكاستو ديالها بكلشي. لا، كارطا دانفيتاسيون كما قلت لكم على الوخامينتو، كيتسمى عتجلس معنا في الدار ديالنا. الوالده او الوالد ديالك خصهم يجيبوا فليسات الفلوس ديالهم، خصهم يجيبوا الميديوس ايكونوميكوس في يدهم. واخا كما قلت لكم عيطلبوا منكم اربعه د الحاجه، واخا نعاود لكم سيغورو ميديكو، البيتي ديال ايدا بولتا، واخا امكانيات مهمه بزاف 70 اورو على حسب كل نهار، واخا 70 اورو، و ريزيرفا دوتيل او كارتا دانفيتاسيون. الا كان عندنا ريزيرفا دوتيل راه معروفه الريزيرفا دوتيل، ولا كان عندنا كارتا دانفيتاسيون داك الانسان اللي عنجيو اللي عنده هنا اسبانيا كيتسمى عندنا شي صديق ولا شي واحد من العائله خصو يعمل لنا كارتا دانفيتاسيون. كارتا دانفيتاسيون كنطلبوها في البوليس، واخا كنمشيو للكوميساريه كنخلصوا جوج طاسات، وحده في الاول وحده في الاخر. ايوا صافي، هادشي اللي عيطلبوا لكم نورمالمون في القنصليه باش تقدروا تطلبوا الفيزا ديال التوريستا، ولكن كما قلت لكم ضروري، حيت بزاف الناس اسكو واحد السؤال بزاف الناس كيسولونا في الصراحه هي القضيه ديال الكارطه، لا انا غنتكلف بالفلوس ديالو انا غنخلص عليها كلشي، نو لا، الكارطه ديال انفيتاسيون يعني زعما راه داك الانسان عيجلس معنا في الدار ديالنا وصافي. الانسان اللي عايجي فاكاسيونيس ولا عايجي توريست خصو يجيب فلوس في يدو، سيغورو ميديكو، البيتا ديال ايدي بولتا.